لقد ظن هذا العدو الغاشم واهما أن التمادي في اعتداءاته على لبنان وعلى الشعب اللبناني إنما يمارس بذلك ضغطا على المقاومة لتتخلى عن القضية المركزية، عن القضية الفلسطينية. كلا، بل إن هذا زادنا تمسكا، زادنا إيمانا، وسيزيدنا كفاحا ونضالا في المواجهة والدفاع عن هذه القضية، عن هذه القضية الشريفة. أقول وبالله التوفيق، إن هزيمة هذا العدو، إن هزيمة هذا العدو وعدم قدرته على المواجهة دعاه إلى مثل هكذا عمليات إرهابية جبانة قذرة. هذا العدو أيها الإخوة أهون من بيت العنكبوت، يهدد ويتوعد، لا يستطيع النزول إلى الميدان، هو عاجز متقهقر منكسر، لذلك يعمد إلى هذه الأساليب لأنه عاجز عن المواجهة. هم ينتظرون أن نقول نحن لا علاقة لنا بفلسطين، هم ينتظرون أن نقول أن لا علاقة للبنان لإخوانه في سوريا واليمن وفي سائر البقع التي يواجه فيها الشعب اعتداءات الصهاينة في العالم. كلا، نحن نفس واحدة وعائلة واحدة ومسار واحد ومصير واحد. نحن لن نتوقف، نحن لن نتراجع حتى تحقيق النصر ورفع راية النصر في القدس إن شاء الله.